نعم. كذلك فعل أهل مكة حينما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد، ولم يتغير أي شيء، لأن العلماء ذكروا أن القصر في منى بالنسبة لأهل مكة يمكن أن يكون لأنه في ذلك العهد كان سفرا، ويمكن أن يكون لأنه من مناسك الحج، وإذ الأمر كذلك فلا يجوز لنا أن نغير شيئا تركنا وفارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتوقيف منه لنا، إلا بتوقيف منه لنا. ولعله مما يحسن أن نضرب على ذلك مثلا أن نذكر إخواننا الحاضرين الذين أظن، ولعل ظني أيضا هو ظن المؤمن، لأن ظن المؤمن المفروض أن يكون يقينا، فأقول لعل إخواننا الحاضرين فيما أظن يشاركوننا فيما ألقيناه في الأمس القريب من كلمة، وهي أن دعوتنا إلى الكتاب والسنة مقرونة بأن تكون هذه الدعوة على منهج السلف الصالح وعلى ما فهموه هم